زعلنا امبارح وتنرفزنا امبارح بعد خروج المنتخب المصري، وكان ردود افعال اذا كان مني شخصيا ولا من بعض الاعلاميين ومن بعض اليوتيوبر وحتى من الجمهور المصري على خروج منتخب مصر امام تونس. واتكلمنا في ساعة غضب، نيجي بقى بهدوء كده نتكلم هل استفاد المنتخب المصري ببطولة العرب؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، هل كيروش مصمم أو بينتصر لوجهة نظره وإنه هو عايز يبين لعيبة وحشة ولعيبة حلوة فبيلعبها في غير مراكزها؟ هل السؤال اللي بعد كده، هل بطولة العرب إعداد جيد لمنتخب مصر لكاس افريقيا اللي بنسبة 90% او 95% بعد بيان النهاردة الكاف والكاميرون انه هيتلعب في معاده، استفاد منتخب مصر وفي عشان بطولة افريقيا وكان احتكاك قوي؟ ناس بتنادي ان كيروش يمشي، هل كيروش لو مشى هو ده الحل؟ تقييم كيروش نفسه هي دي القماشة؟ كل ده هرد عليك جوه الحلقة. بس قبل ما نخش على الحلقة، انزل اعمل لايك عشان الفيديو ينتشر، وشير للحلقة، وقول لي في الكومنتات رأيك، ولو شير قناة اشترك وفعل زر الجرس، وتعالى بقى نتكلم بهدوء عن المنتخب الوطني وكيروش. يلا بينا. بداية حابب اوجه رسالة لجمهور الاهلي والزمالك، اهدوا. عمرو السراي جاب جول في نفسه كانش يقصد، مصطفى فتحي عمل الفاول ما كانش يقصد. احنا هنا بنشجع منتخب مصر، ما يهمنيش ده اهلي ولا زمالك. انا اللي شفته امبارح بعد المباراة من جمهور الاهلي والزمالك، مع على فكرة انا اهلاوي واهلاوي بس بشجع مصر، ما عليش دعوة مين اللي عمل الفاول او مين اللي دخل الجون في نفسه. اللعيبة قصرت، ممكن تلاقي لعيبة قصرت وممكن لعيبة ما بخلتش بنقطة عرق، وفي لعيبة امكانياتها كده، بس نزعلني ان احنا بقينا نختزل عايزين بص هو اللي تسبب في الفاول، لا بص هو اللي حط الجول، مش كده يا جماعة. احنا بنشجع منتخب مصر، ملناش دعوة بألوان. لما باجي اشيد بشيد باللي بيلعب حلو مهما كان بيلعب فين. دي نقطة. ونتكلم بقى في المهم. امبارح طبعا انا اول مرة اتنفس كده والناس بتفرج عليها في القناة بالطريقة دي، لان فعلا كنت حزين. الجون جاي في وقت قاتل وصدمة وزعلان، لان احنا كان ممكن نفوزه بالمباراة. نيجي بقى لاول نقطة معانا، هل احنا استفدنا من البطولة دي؟ كارلوس كيروش فادنا في البطولة دي واستفدنا منها للتصفيات؟ ارجع واقول لك استفدنا بنسبة 5% وما استفدناش 95%. المنتخب المصري زي ما قلت لك في لعيبة هترجع لنا، خمس لعيبة على الاقل مهمين، صلاح، مرموش، مصطفى، تريزيجيه، النني، دول خمس لعيبة مهمين، هنبقى منتخب مصر كامل العتاد والعد. لكن احنا استفدنا؟ الراجل بيجرب، ناس بتقول لي بيجرب، على عيني وراسي جرب، بس ما فيهاش حاجه برضو لما نجرب وناخد البطوله. لما نجرب ونكسب البطوله دي مكسبها معنوي اكتر منها مادي. انك لو كسبت تونس امبارح كسبت البطوله، بتبعت برساله ان انا مصر واقف على رجلي. دي نقطه. هل كيروش مصمم على وجهه نظره؟ وسؤال هنا ما بين السطور، فين دور ده السيد؟ فين دور محمد شوقي؟ فين دور وائل جمعه؟ اللي هو مصمم على مروان حمدي وشايف ان محمد شريف ما يصلحش يبقى مهاجم منتخب مصر. طيب، وقفشه ما يصلحش انه يبقى صانع العاب، وطارق حامد ما يصلحش انه يكون موجود. اللي انا شايف طارق حامد يا عم مش هتلعبه اساسي احتياطي. ارهاق السوليه امبارح كان واضح، ارهاق حمدي فتحي كان واضح. لما يبقى عندك لعيب تقيل تعرف تنزله كان هيفرق معاه. لكن انت مش مقتنع بدول وبتلعب كل واحد في غير مركزه، زي محمد شريف اللي هو بيلعب مهاجم واستفدت منه في الماتش اللي فات لما صنعنا هدف وقدرت تفوز 3-1. لكن اصرارك على مروان، ايه الميزة اللي انت شايفها في مروان؟ وليه الجهاز المعاون ما اتكلمش معاه ولفت نظره؟ هل انت بتعمل كده عشان خاطر تقول ان ما ينفعش الجمهور يملي رغباته عليا؟ ما ينفعش الجمهور
انه يضغط عليا ولعب مين ولا عارفش مين، لانه انضغط واكيد وصل له الكلام ده على قفشة قبل كده وعلى محمد شريف واكيد على طارق حامد. كيروش بينتصر لوجهة نظره، بيعاند بيعند عند كيروش مدرب كبير ودرب أندية كبيرة، بس ممكن تكون طريقتك ما تتناسبش معانا. انت كمدرب بتشوف القماشة اللي معاك، القماشة دي حلوة وحشة بتكيف نفسك عليه. انا دلوقتي معايا مهاجم زي محمد شريف، انا ببلعبش، انا عايز المهاجم المحطة. مروان ما عملش مهاجم المحطة، محمد شريف مش مهاجم محطة، انت عايز مهاجم محطة. يبقى ايه؟ هو شايف طب انا في البطولة دي معيش مهاجم محطة كويس، يبقى مش لازم العب بالهجوم او مهاجم محطة، مش لازم اجيب حسين فيصل ولازم العبه مع ان احمد رفعت احسن منه، مش هحط محمد شريف وينج شمال واحمد رفعت احسن منه. بتعاند مع مين؟ انت المفروض مدرب بتلعب بالقماشة اللي معاك، اذا كانت حلوة او وحشة. بتجرب على عيني وعلى راسي جرب، لكن تجرب 5 ماتشات بمروان ومحمد شريف جناح، مع ان محمد شريف لما بتدخله القلب يبقى اخطر. هو مش محطة، بس دي القماشة. تطلع قفشة بين الشوطين عند، ما جبتش طارق حامد عند. انا مش هينفع حاسبك دلوقتي، دي بطولة ودية، ولكن هل هنصطدم في بطولة افريقيا بمنظر غريب وعجيب وبتأليف برضو، ولا هو هينتصر لوجهة نظره وهيقولك انا ممكن اعمل اي حاجة ومعايا قماشة والعب بالنظرية بتاعتي واعمل اللي انا عايزه؟ لان المرة دي في بطولة افريقيا محدش هيسمع عليك، كل دلوقتي بيقولك دي بطولة ودية وسيبه يجرب. ما عنديش مشاكل انك تجرب، بس برضو وانت بتجرب خلي شكلي حلو، خلي منظري حلو قدام الفرق، خليه الجمهور يستمتع. ما انت بتجرب برضو، ما فيش اي مشكلة، لعب اللعيبة في مراكزها، ما عنديش اي مشكلة. هل البطولة دي استفاد منها مصر عشان افريقيا وماتشين الذهاب والعودة في كاس العالم؟ على فكرة افريقيا اقوى من اسيا، طلعت منتخبات عربية في اسيا. لا، افريقيا شكل تاني، مغرب تشكيلة مغيرة ومنتخب اول مش موجود، جزائر عدلك بالاسماء 11 13 لاعب ومدرب، انت فاهم قصدي؟ السنغال، نيجيريا، عندك منتخبات هتبقى قوية. ما تقس على تونس، ما تقسي على تونس. هيجي لنا لعيبة، بس هل احنا هنستفدنا من التجربة دي، ولا هتبقى زيها زي كاس العرب وبرضو هتعاني؟ هل هتقدر؟ انت كده كده هتلاعب 5 تصفيات كاس عالم، تونس، مغرب، جزائر، نيجيريا، السنغال، هل هتقدر تكسبهم؟ انت 5 محترفين بس اللي هينضمولك، فيعني هتقدر تكسبهم برجوع بتوعنا الاساسيين بقى، 5 الاساسيين اللي بتكلم عليهم دول؟ الله اعلم. ذهاب واياب ماتشات هتبقى صعبة بالمنتخبات الاول وليس المنتخب التاني او التالت زي الجزائر. انت ما عرفتش تكسب الجزائر بالمنتخب التالت. ناقصني لعيبة، ناقصك ما عنديش بس ناقص الجزائر اكتر بكتير. هتقول لي ملهاش مقياس، معاك انه ملهاش مقياس، بس في كده بيبقى في مؤشرات بتبان. كارلوس كيروش انا مش هينفع اقول زي ناس بتقول تمشي دلوقتي، ولكن هل لو حسام البدري او مدرب مصري كان عامل البطوله دي بنفس الشكل ده كان حد هيسيبه؟ كانش حد هيسيبه، كان كله هيقطع فيه، مع احترامي يعني لاي حد، لكن انا دي مش مقياس بالنسبه لي، مش حاسبك عليها. ما ينفعش حاسبك عليها وطالب زي ناس بتطالب انك تمشي في الوقت ده. لا 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 لا, لا. انا هسيبك واتفرج عليه في بطولة افريقيا، لان بطولة افريقيا قبل تصفيات، قبل ذهاب وعودة كاس عالم، هتفرج عليك. يا اما هتقنعني وتقنع المصريين، يا اما هنطلع وشكلنا هيبقى وحش قوي ومش هتستنى بعديها. ده اللي هيقدر يجاوب عليه كارلوس كيروش، وهنشوف القايمة، لان القايمة المفروض هتبعت قبل شهر 1، احنا خلاص فاضل على شهر 1 12 13 يوم، فهتبان من القايمة اللي انا متوقع استبعاد، بلاش اقول اسماء دلوقتي بس انتوا اللي عارفينها. طبعا كده بكون وصلت لنهايه حلقه النهارده، ان شايف من وجهه نظري كان في الامكان افضل مما كان. بحبكم في الله ودمتم في امان الله. سلام.